العافية. الله يعافيك يا كبير. شايفك حامل علم مصر، أكيد مبسوط للجهد اللي قام به. قلبا كل احترام للسيسي ولكل أبناء شعبنا المصري الحبيب، على راسه والله كل احترام لهم ولكل شعوب العرب. حبيبي اسلام، حبيبي يا كبير، تحيا مصر، تحيا مصر، كل التحيات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واحنا من غزه كلنا فدا مصر وعيون اهل مصر، واحنا ان شاء الله بكل الثوابت مصريين مصريين مصريين، تحيا للرئيس السيسي. طيب كيف بتشوف هذا الجهد عن جد؟ انت اليوم مبسوط وواضح انه بتعبر عن مشاعرك، احكي لي احكي لي عن شعورك. شعور عبد الفتاح السيسي اكثر واحد وقف معنا ومع القضيه الفلسطينيه وطول عمرها مصر صاحبة القضية، هي من أول الحروب كانت بهذه القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية من أول واجبات المصريين، ومصر إن شاء الله من مزيد إلى مزيد ومن عمار إلى عمار. بدي أسألك سؤال، عشت أنت الحروب اللي فاتت؟ عشنا أربع حروب. طيب إيش حسيت الفرق في هذه الحرب؟ الحرب هذه فيها فرق كبير، إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف معنا، هو من بادر بوقف إطلاق النار وبوقف إطلاق الصواريخ من غزة ومن إسرائيل، وإن شاء الله مصر معنا إلى الأبد، وفلسطين رغم كل الجراح ومصريين رغم كل الجراح. شكرا. يعطيك العافية.